اللي اضاعها نادي بتروجيت. طيب قبل انا ممكن جروس يكون عايز يعمل مفاجاه يلعب 4 1 4 1 يفاجئ الجميع، لكن هو في الحقيقه فاجئ نفسه لان القدرات الدفاعيه قدام بتروجيت كمان في السويس لازم يبقى فيه نوع من الزياده العدديه شويه في نص الملعب. قبل ما اخد رايك في النقطه دي تحديدا كابتن حماده، خلينا ناخد كابتن سمير عثمان ونشوف الحاله الجدليه اللي بيننا في الاستوديو في ملعب الاهلي، كابتن حلمي طولان وكابتن حماده صدقي وكابتن اسامه حسني. يا كابتن سمير. يا كابتن سيد ازيك؟ مساء الفل، كله تمام؟ بتكلم عليكم كلكم في الاستوديو طبعا. وحشتنا والله يا راجل. حبيبي معلش عشان فرح بنت ايمن دي جيش الحكم الدولي، فانا خرجت عشان اتواصل مع حضرتك دلوقتي. الف الف مبروك، الف مبروك. الله يبارك فيك. طيب البوفيت فتح؟ وهو عامل الفرع على الخط برضه يا كابتن سيد. ايوه صح، البوفيه البوفيه طمنا على البوفيه. عامل الفرع على الخط اللي كان بيجري فيه، عامل البوفيه فايع قوي يعني. طيب كابتن سمير، مدى قانونية اللي قوله لك ده يعني في الأمور التحكيمية صح ولا غلط؟ احنا بنتكلم من خلال الخبرة، ممكن تبقى اللوائح تبقى القوانين احنا مش مطلعين عليها بشكل كبير قوي. في الدقيقة 73 تحديدا يعني في كشاف من كشافات الملعب، الإضاءة يعني بدأت تقل شوية، أمين عمر وقف اللقاء وبعدين رجعه بعد حوالي 9 دقائق 10 دقائق 11 دقيقة يعني أيا كان الوقت. وبعدين لما جت الدقيقة 100 جاء الحكم الرابع راح رافع 5 دقائق، يعني الدقيقة بقت 100. هل في القانون لما يحصل عطل زي ده، عطل مفاجئ او عطل لا ارادي او مفاجئ بالنسبه لك، تيجي عند الدقيقه 90 تكتب الوقت الضايع 20 دقيقه 22 دقيقه 23 دقيقه، ولا الصح اللي عمله امين عمر والحكم الرابع اللي كان موجود النهارده، قولوا لي الاسم يا جماعه لو سمحتوا، ان هو يجي في الدقيقه 100 ويبدا يحسب بالوقت بدل الضايع؟ بالظبط يا كابتن سيد، دلوقتي احنا بنلعب زي ما حضرتك قلت، سي مثلا النور قطع فتره معينه، تمام؟ اول ما النور بيقطع بقى وخلاص مفيش اضاءه واللعيبه يقدروا ما يقدروش يلعبوا، هنا الحكم بيوقف الوقت بتاعه. اوكي. تمام؟ يعني احنا لغايه دلوقتي لاعبين 73 دقيقه فقط. اوكي. المتبقي من ال 90 دقيقه ده اول ما النور هيرجع الساعه بتاعته هي اللي هتبتدي من الدقيقه 73. ومع الساعة بتاعته يا كابتن سيد أول ما توصل للدقيقة 90 هيبتدي الحكم الرابع يعني للوقت الضايع اللي هي 3 دقايق. يبقى احنا صح. يبقى في الدقيقة 90، في الدقيقة 90 لحظة بس بتاعة الحكم. أيوة يعني في الدقيقة 90 على الساعة بتاعة الحكم، ولا هي الدقيقة 90 مين اللقاء؟ لا في الدقيقة 90، يعني هو أول ما يوصل للدقيقة 90 بتاعته هو، في ساعته هو، عشان هو في ساعته بتاعته هو، ما وصل للدقيقة 73 يا فرحة، يا فرحة كابتن حلمي فينا. طب معلش أنا كمشاهد بقى، معلش يعني أنا كمشاهد يعني أنا بفتح التلفزيون لقيت الدقيقة دلوقتي بقت 89 أو 90 والوقت ممتد لحد الدقيقة 100، أنا ما أعرفش يعني أنا بداية مشاهدتي للقاء كانت في الدقيقة 89 أو 90 أو 91، تمام؟ أنا ما عرفتش إن في كشاف أو في عطل مفاجئ، معرفتش، انا معرفش الكلام ده. هل الصح ان تيجي عند الدقيقه 90 وانت تبدا تقول 22 دقيقه 23 دقيقه يبقى المشاهد او المتلقي او المتابع للقاء يعرف ان في حاجه حصلت استدعت ان الحكم يحسب 24 دقيقه او 25 دقيقه او ايا كان الوقت اللي هيحسبه يا كابتن سمير؟ لا يا كابتن، هنا الهدف الاتحاد الدولي قبل ما معرفه المشاهد انه يلعب الوقت الرسمي القانوني خلال المباراة، تمام؟ حتة المشاهد دي ليها كذا مسؤولية، ليها حاجة إعلامية لازم حد برضو من الموجودين في الاستاد ينوه للنقطة دي، إنما كقانون اللي اتعمل ده أول ما يوصل 73 وقف ساعته، نفترض إنه جه بعد 10 دقايق وربع ساعة، هيستأنف اللعبة بعد ال 10 دقايق وهتبتدي عنده الدقيقة 74. حتى لو وقفنا مثلا 10 دقايق 15 دقيقة، الدقيقة اللي بعد ال 73 هتبقى 74، حتى في حالة قعدنا 10 دقايق 13 دقيقة 14 دقيقة. طيب اللقاء الاول والثاني ما كانش فيهم اي حالات جدليه يعني غير حاجات بسيطه هنجمعها مع حضرتك كده باذن الله بعد ما تخش فرحك مره ثانيه، وتبارك لنا كابتن ايمن دجيش، شكرا جزيلا كابتن سمير عثمان، شكرا جزيلا. طيب ماشي مظبوط يا كابتن حلمي. لا هو كلامنا احنا الاثنين مظبوط.